سؤال في هذا الموضوع. الاقتصاد في الاقليم خصوصا في محافظه اربيل، يعني منذ 2005 تحديدا وصاعدا، بدات محافظه اربيل النهضه الاقتصاديه بها، وبدات بالتطور وبالبنيان وبناء الشقق السكنيه والمجمعات السكنيه والفنادق وتطوير الملعب وغير ذلك. هذه النهضه العمرانيه هي موجوده، ولكن هذه بسبب نقول الخلافات السياسيه الموجوده داخل الحكومة الاتحادية، والخلافات ما بين إيران وأمريكا، ويكون ضحيتها أنه إقليم كردستان باعتبار أن قاعدة أمريكية داخل إقليم كردستان، وبالتالي أنه الإقليم هو غير مسؤول عن حماية هذه القاعدة، هي تحت حماية القوات الأمريكية، ولكن أنه قصف حرس الحدود القوات البيشمركة، يعتبر يعني قوات البيشمركة هي جزء من تشكيلات الجيش العراقي باعتبارها ضمن المادة بالدستور 121 فقرة 5 أنه هي وجدت لحماية الدستور وتحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة. هذه التجاوزات هي كلها تصير على العراق من كافة الدول. اليوم احنا لو مشكلين، لو كان فعلا اكو حس يعني وطني، يعني العراق اصبح ساحة لتصفية الحسابات. نعم، وفي تطور بالأيام القادمة راح يصير تطور أكثر. ممكن يوم الضربة موجودة في أربيل، يوم غد بالأنبار، ممكن بالنجف، ممكن بالبصرة. الصراعات مستمرة وبدأت تكبر. لو نسترجع الذاكرة قبل سنة ما كانت هذه الصراعات بهذا الشكل. اليوم بدأ